صباح الخير جان. صباح النور. اذا اليوم التمارين لاستقامه الكتفين. صحيح. شو بدك تخبرنا عن الموضوع؟ اليوم العادات السيئه اللي عم نواجهها وزربه بالبيت القعده على الكمبيوتر واسلوب الحياه عم بغير لنا وضعيه كتافنا، عم بيصيروا شوي مبرومين بالاخص لما نقعد كل النهار على الكمبيوتر او على السوشيال ميديا او على تليفوننا، وهيدي بتتصحح. نعم. طول ما نحن عم نمشي بشكل خاطئ لازم نعمل تمارين معاكسه لها لترجع ترجع لنا كتفنا لورا، والا على كبار بده يصير شكلنا بهذا الشكل. مزبوط. ولكن خلينا نسال سؤال هنا، لانه انا كنت بعاني من هذه المشكله فعليا في بدايه محاولات تقويم الكتفين وارجاعهم لمكانهم الطبيعي، بيكون في الام فظيعه، مفروض انه نتحملها نكمل التمرين او مفروض انه نهدي؟ لا صحيح، نحن بدنا نمشي تدريجيا بالتمرين. تمام. لانه في هون العضلات يلي مالت قدام مالت الصدر بيكونوا كثير قاسين. حلو. لو بدنا نبلش نوسعهم لحتى يرجعوا يجلسوا كتافنا، هول بياخذوا وجع. كمان رقبتنا بتكون مقربه لقدام. مزبوط. مع هيدي الوضعيه، كمان هي عم ترجع لورا، كمان بدها توجعنا. طيب. وهيدي بدنا نستعين بالحيط كثير لحتى نقدر نجلس وناخذ اذا نحن لحالنا عم نعملهم. خلينا نبدا التمارين ونتعرف عليها. يلا، رح نروح على الحيط. اول شغله رح نعملها بالحيط مثل ما ذكرت وقلت انه رح نجرب ان نعمل اطاله للعضلات تبع صدرنا بهيدي الطريقه، واذا بدي طولهم اكثر وشد اكثر ببرم وجهي بالعكس. هون شو بكون عم بعمل؟ بكون عم طول عضلات هون، رح بعمل ميله وحده، لازم نعمل ميلتين. بالباب بالبيت عندنا باب، بنحط ايدينا هيك وبنلقي تقلنا على الباب. فبقى على الكادر تبع الباب بنكون عم نعمل ستريتشنج للاثنين، اذا ما بدنا نستعمل الباب نرجع نشتغل بهيدي الطريقه. هلا الشغله الثانيه اللي لازم اعملها هي ان لازم اخذ وضعيه البوش اب على الحيط وجرب ضب كتافي لورا قد ما فيي. وعد للعشره وارجع، اكيد راسي لازم يكون جالس. بعد للعشره وبرجع. كمان هيدي في اعملها على الارض، في نام على الارض حط ايدي وضعيه بوش اب واشتغلها. هلا بدي استعين بالحبل المطاطي، هو يلي بده يخليني ارجع اقوي عضلات ظهري ورا اللي هن مرخيين جراء القعده هيك. شو راح اعمل؟ اذا بتشوفوا راح شد وجرب شد كتافي ورا بعض مثل ما شايفين، وعد للعشره برجع برخي كمان، شد كتافي على بعض بعد للعشره. بهيدي الطريقه انا ما عم بفتح ايدي على الاخر، بعدني بس عم جرب شغل كتافي من جوا من النص بس بهي الطريقة. بس خلصون رح جرب اعمل 10 مرات هذا التمرين. هون شوفكم كون بلشت شغل عضلات كلهم تبع ظهري من ورا لحتى يبلشوا يشتغلوا. بنفس الطريقة رح ابرم ايدي بالعكس ورح شد لورا. كمان كون عم شغل غير عضلات. هون بس خلصها لهيدي برجع بعيدها 10 مرات. بس خلص العشر مرات رح بلش حس بتعب بكتافي. مفروض ريح هون بنرجع لسؤالك باول تمرين، بس حس بتعب وجع بنرجع بنريح شوي لحتى نرجع نقدر نكفي التمرين. بس نخلص هيدي رح افتح ايدي على الاخر رح جرب اطلع فيها لتوصل لورا بهيدي الطريقه. كمان كل ما شديت اكثر كل ما انا عم جرب ظبط وضعيه كتافي. بس خلص هيدي، اذا ما عندي حبل مطاطي كمان بالبيت بذكر بشغله، فينا حط ايدي حد بعض شدهم وعليهم، بتكون عم تعطينا تقريبا نفس الشغله. بس خلص هون رح انزل على الارض. انا اخترت انه استعمل السويس بول، فينا نستعملها على الارض بس هون لحتى نخفف ضغط عن التشست. شو رح اعمل؟ رح احط منطقه الصدر على السويس بول ومد اجر وحده لورا. اذا بتتذكروا انه قلت لكم نعلي اجر اصابعنا ونرفعها لفوق، اكيد راسنا بيكون جالس. فينا نعملها على الارض بس انا هون زدت اعمل توازن. هلا اذا حاسس حالي ماني مرتاح جرب اعبط الطابه كلها واشتغل بهذه الطريقه. بس خلص هيدي برجع عن جديد بحط ايدي قدام وبجرب عليهم بعد للعشره. رح نعمل وحده على الارض ليشوف المشاهدين كيف. بنفس الطريقه نام على الارض مد ايدي اصابعي اطلوع واشتغل بهالطريقه بعد للعشره. هون شو بكون عم بعمل؟ بكون عم شد عضلات كتافي بهالطريقه. كمان لقدام جرب عليهم قد ما فيي، وبس حس بتعب المفروض ارتاح.
ما ضروري ضلني ماشي، لأن هون في عضلات الرقبة عم يشتغلوا كمان، معقولة يزعجونا بأرضية النهار بس نخلص. كمان برجع بعيد. هلا. منخلص هيدي. نرجع نجي للطابة. منحط إيدينا بهذا الشكل. نجرب نسحب مع الطابة لحتى نجلس كتافنا. بهذه الطريقة. وبعد للعشرة كل مرة بنزل فيها. بس خلص هيدي بدي صعبها وحسيت حالي كثير مرتاح، بحط ايد على خصري وبمد ايد وحده. بجرب مد اكثر فيها بهذه الطريقه. هون شو بكون عملت؟ بكون حررت كتافي وقويت لهم عضلاتهم ورخيوا عضلات صدري. هون في ارجع على التمرين بالنادي، بس بدي انتبه كثير منيح نشغل عضلات الصدر وعضلات الظهر بنفس الطريقه. يعني اذا اشتغلت نهار صدر اشتغل نهار ظهر، مش نهارين صدر نهار ظهر، لحتى يضلوا في توازن بين عضلتين. هنا اهميه هذه التمارين انه بتخلي عنا الادراك كل الوقت انه عنا هذه المشكله، وبالتالي خلال جلوسنا امام الكمبيوتر او للدراسه ننتبه انه نجلس كتافنا. شو اهم النصائح اللي بتعطينا اياهم باقل من دقيقه خارج التمارين كيف نحافظ على استقامه الكتفين؟ يعني من الضروري نحن بس نكون قاعدين قدام الكمبيوتر بالبيت، من الضروري يكونوا كتافنا جالسين ايدينا على قد الطاوله، لا يكونوا عاليين لما يعلوا كتافنا، ولا يكون الكمبيوتر كثير قريب لنضطر نرجع لورا او نقرب لقدام كثير بعيد، ضروري نكون قاعدين بشكل مستقيم وايدينا جالسين 100%، وهيدي الطريقه الصحيحه يلي فينا نستعملها بالبيت. تمام. المدرب والمستشار في الصحة واللياقة البدنية جان بيير فغالي، شكرا جزيلا على فقرة اليوم، بتمنى انه كل المشاهدين يتبعوا هذه التمارين. صحيح، ان شاء الله يكونوا استفادوا.